مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الان في لايف جديد من السيدة زينب كما تشاهدون اليكم الصورة حية الاقبال على الكنافة والقطايف قبل ساعات معدودة من شهر رمضان الكريم، واليكم الصورة حية. يا بنات يا عم نزل كتير كما تشاهدون الإجراءات الاحترازية للمواطنين للوقوف على شراء الكنافة والقطايف في منطقة السيدة زينب. فيما يتراوح أسعار الكنافة بين 20 جنيه إلى 24 جنيه. كان معكم عزوز الديب من منطقة السيدة زينب، كنت تشاهدون أول مشهد من الزحامة والإقبال على شراء الكنافة والقطايف بمنطقة السيدة زينب. كل عام وأنتم بخير، أشكركم للمتابعة.